ونتابع معكم مشاهدينا هذه المشاهد قبل قليل من رفح جنوب غزة، وهي تظهر مخيما للنازحين في القطاع جنوب القطاع، وفي الأفق طبعا نشاهد تصاعد لأعمدة الدخان التي تغطي سماء جنوب القطاع، فيما يبدو أنه جراء اشتباكات حدثت في هذه المنطقة. والحديث أيضا عن تصعيد في جنوب القطاع لم ينقطع، تابعناه قبل قليل مع المراسل العربي محمد عوض من هناك، والذي كان ينقل لنا الصورة من جنوب القطاع.